إلى هذا تتواصل في مدينة شرم الشيخ تتواصل أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27. المزيد معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم. يعني كلمة مهمة لوزير الخارجية سامح شكري أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، ألا وهي المسؤولية الجماعية، وهنا كان يشير إلى المسؤولية الدولية. ماذا عن المسؤولية الجماعية في الداخل المحلي لاستقبال هذا الحدث الأكبر والأهم؟ كيف تلمس هذه المسؤولية والاستعدادات الجارية له بالمدينة؟ نعم، تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما وزير الخارجية سفير سامح شكري هو الوزير المعين لكوب 27 كوب 27. هذا المؤتمر هو من أهم المؤتمرات بالفعل الذي يقام، المؤتمرات الدولية بشكل عام يقام هذه المرة في مدينة شرم الشيخ. بالفعل كما ذكرت لمست ذلك على أرض الواقع، تجولت في شوارع مدينة شرم الشيخ، وأنا الآن تحديدا في خليج نعمة وهو إحدى الممرات السياحية الهامة وممشى سياحي هام جدا في شرم الشيخ. تحدثت مع السياح الأجانب وتحدثت حتى مع أحد العاملين داخل الممرات والممشى السياحي الجديد، وتحدثت أيضا مع ربما أصحاب المحلات والعاملين بالمحلات هنا لنتحدث من دورهم في دورهم عن التطورات التي حدثت على أرض الواقع هنا في مدينة شرم الشيخ لاستضافة هذا المؤتمر الهام. تحدثوا في البداية عن تجديد الواجهات بشكل عام، سواء كان للممشى السياحي هنا أو إنشاء الممشى السياحي الجديد على مسافة 6 كيلومترات، وأيضا على مساحة على يعني عرض ما يقرب من 20 مترا، وأكثر من 80 محلا استقبال ضيوف هذا المؤتمر. ولكن ربما المختلف هذه المرة ليس مجرد الإنشاء الجديد أو التطوير الجديد، ولكن الإنشاء والتطوير باستخدام الطرق الصديقة للبيئة، باستخدام المواد الصديقة للبيئة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية. وهذه هي الخطوة الأولى والأهم فيما يتعلق بالتضامن الدولي والتضامن المصري مع فكرة التعامل مع تحديات تغيرات المناخ بشكل عام. أيضا يعني تجولت في طرق مدينة شرم الشيخ وجاري بالفعل تطوير هذه الطرق، استخدام كباري جديدة، يعني تسهيلات جديدة للتيسير على القادمين للوصول لأماكن عقد المؤتمر، إما في مركز الدولي للمؤتمرات أو حتى في الساحات الجانبية لهذا المركز. أيضا سيتم انعقاد فيها ورش تحضيرية، ورش نقاشية بشكل عام لهذا المؤتمر. بالفعل هناك تطورات على أرض الواقع، وهناك أيضا آراء تتحدث عن أن هذه التطورات لها أيضا دور كبير في جذب العامل السياحي بشكل عام هنا في مدينة شرم الشيخ. هذه أيضا نقطة تنقلنا لجزء هام جدا في التجهيزات لمؤتمر المناخ والتغيرات المناخية، وهي الجزء بالنقل داخل المدينة. النقل داخل المدينة باستخدام هذه الأتوبيسات والبصات والسيارات، باستخدام أيضا الطاقة الصديقة للبيئة وهي الطاقة النظيفة، إما باستخدام الأتوبيسات الكهربائية أو حتى باستخدام الغاز الطبيعي، وهو التوجه اللي تعمل عليه الدولة المصرية بشكل عام لاستخدام الطاقة النظيفة. لذلك وجود أيضا بعض الشباب والشركات الداعمة لمؤتمر المناخ، من مجرد الوصول لمطار شرم الشيخ الدولي هناك هذه هؤلاء الشباب وهذه السيارات التي تنقل ربما المشاركين في التحضيرات لمؤتمر كوب 27 هنا في شرم الشيخ لنقلهم لأماكن إقامتهم أو أماكن عملهم. هذه السيارات أيضا صديقة للبيئة، لذلك هي نقطة هامة. تحدثت أيضا عن الجانب الصحي، جاري التجهيز المستشفى شرم الشيخ الدولي على أن تكون على أعلى مستوى لاستقبال هذا المؤتمر، وأيضا لتكون صديقة للبيئة ولتحصل على النجمة الخضراء التي حصلت عليها بالفعل. وهذه النجمة الخضراء معناها أنها أصبحت مستشفى صديقة للبيئة بالكامل، إما عن طريق الأدوات المستعملة والأدوات الطبية وغير الطبية داخل هذه المستشفى، أو حتى الاستعدادات الخاصة بالسيارات الإسعاف وغيرها من أمام المستشفى الدولي
شرم الشيخ. أيضا إذا تحدثنا عن فكرة استخدام المواد والآليات والأشياء المختلفة الصديقة للبيئة، أيضا يأخذنا هذا لتخصيص مساحات مختلفة داخل مدينة شرم الشيخ، إما المساحة المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء. المنطقة الزرقاء التي سيتم انعقاد فيها المؤتمرات الرئيسية الخاصة بمؤتمر كوب 27، وأيضا المساحة الخضراء والتي تستقبل الآراء والأفكار المتنوعة من الخبراء ومن أيضا المواطنين المشاركين بشكل عام داخل هذا المؤتمر ليعرضوا أفكارهم، إما عن طريق الأفكار الشخصية أو حتى عن طريق الشركات التي تعرض المنتجات الخاصة بالصديقة للبيئة، عن طريق يتم يعني تجهيز هذه المساحات إما بجداريات تساعد أو تنشر وعي وفكر وثقافة التغيرات المناخية والتعامل مع التغيرات المناخية والتحديات التغيرات المناخية، أو حتى ينقلنا إلى جزء آخر وهي فكرة طرح الأفكار الجديدة، طرح الأفكار الجديدة من ذوي الخبرة وأيضا من الشباب الذين سيشاركوا في مؤتمر كوب 27 أو مؤتمر المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ. أيضا يعني على مدار جولتي داخل مدينة شرم الشيخ بجانب الطرق تحدثت أيضا مع العمال المشاركين في الإنشاءات الجديدة التي جاري العمل عليها بالفعل لاستقبال المؤتمر، تحدثوا عن العمل المتواصل يعني على مدار اليوم متواصل 24 ساعة يعني يعملون باجتهاد لتصل في الوقت المناسب تخرج بصورة صديقة البيئة، صورة خضراء في استقبال هذه هؤلاء يعني الوفود القادمين للمؤتمر. وزير الخارجية سامح شكري والوزير المعين لكوب 27 تحدث اليوم بالفعل في هذه يعني اليومين للمؤتمر التحضيري، عفوا اللجان او الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ، تحدث عن نقاط هامة وهي التضامن بشكل عام، التضامن دولي ومحلي. التضامن الدولي بشكل عام، القارة الإفريقية من اقل القارات التي يعني لها تأثيرات خاصة بالانبعاثات الكربونية التي تؤثر على التغيرات المناخية بشكل عام، ربما هي الأقل، ومع ذلك هي تسعى بشكل كبير لتقليل أكثر استخدام المواد الكربونية مثل الفحم والمواد الفوسيل فيولز أو المواد الخاصة بالبترول وغيرها، واستخدام الكهرباء واستخدام الغاز الطبيعي. لذلك كما ذكرتي بالفعل هو تواطؤ مجتمعي وعالمي ودولي ومحلي، حتى ما بين ربما سائقي السيارات وسائقي قاطني هنا المدينة تحدثوا عن أهمية الاهتمام بالمناخ واهتمام بهذه السيارات التي تتحرك في شوارع المدينة، لأنها بالفعل تقلل من التلوث مما أيضا يقلل من التأثيرات بشكل عام على التغيرات المناخية. ربما هذه يعني نظرة عامة عما يحدث هنا في مدينة شرم الشيخ. نعم، يعني عظيم كريم أنك لاحظت كل هذه التفاصيل المتعلقة بسائقي التاكسي أو حتى العمال، المستشفيات وتجهيزاتها، القاعات وتجهيزاتها، الشوارع وزينتها غير ذلك من تفاصيل. هو بالفعل مؤتمر يحمل رسالة من قلب مصر إلى العالم بأكمله، وبالتالي الاستعداد للتفاصيل الصغيرة يؤدي بنا في النهاية إلى الصورة الكاملة المنشودة. كريم، نعم بالفعل هي هذه هي الفكرة، استخدام التفاصيل لتكوين الصورة الكاملة هي ما تسعى له مصر بشكل عام. وإذا تحدثنا أكثر عن هذه التفاصيل المحلية الداخلية، فجمهورية مصر العربية كانت خلال الفترة السابقة تعمل لخطة كاملة تحت مسمى التنمية المستدامة، التنمية المستدامة لخطة مصر 2030، التنمية المستدامة للقارة الإفريقية 2063، وأيضا التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وهي أيضا الحفاظ على البيئة والحفاظ على المناخ، وخطة مصر الوصول ل2050 لتكون مصر على قدر المستطاع وصلت لأكثر الأماكن قربا للدولة الصديقة للبيئة بشكل عام. هذه التفاصيل تبدأ من مبادرات مختلفة مثل مبادرة تحضر للأخضر الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه المبادرة التي يعني تحث المواطنين بشكل عام وتحث أيضا الجهات الحكومية والوزارات وأيضا كل من هو معني داخل جمهورية مصر العربية بالتوجه لاستعمال الطاقة النظيفة، وأيضا جزء مهم من الآليات والأماكن التي ستتوجه للتعامل بالطاقة النظيفة هي بالطبع الفنادق. الفنادق هي جزء هام جدا باستخدام المواد والآليات داخل
هذه الفنادق المستلزمات الفندقية بشكل عام، جاري العمل على استخدام بعض المستلزمات الصديقة للبيئة والابتعاد عن المستلزمات التي تضر البيئة بشكل عام مثل البلاستيك وغيرها من الأدوات التي من الممكن أن تضر البيئة. هناك عدة فنادق بالفعل داخل جمهورية مصر العربية حصلت على النجمة الخضراء، وبعض الفنادق بالفعل داخل مدينة شرم الشيخ حصلت على النجمة الخضراء، وبعض الفنادق ما زالت أيضا تعمل من أجل الوصول لهذه النجمة الخضراء، تصبح هذه الفنادق صديقة للبيئة، مما أيضا يعد جزء صغير من داخل هذه التفاصيل التي تكمل الصورة التي ممكن أن تصل بنا لفكرة الدولة الصديقة للبيئة. ليس هذا فقط ما تسعى له مصر، ليس فقط مبادرة تتحضر للأخضر، ولكن أيضا إذا يعني تجولنا داخل الشوارع دائما خلال الفترة الماضية ما نجد هذه اليافطات واللافتات التي تنصح وترشد وتوجه المواطنين، أو حتى باللغة العربية إذا كانت توجه المواطنين، وأيضا بعض اللافتات أخرى داخل مدينة شرم الشيخ التي أيضا تتحدث عن فكرة المدينة الخضراء وتتحدث عن فكرة التحول الأخضر. دائما هناك يافطات ولافتات تنصح وترشد المواطنين وترشد حتى غير المواطنين بالتعامل الصحي اللازم للوصول للمدينة الخضراء، لأنه كل ذلك يعني يتواطأ سويا لنصل للصورة الكاملة والحفاظ على التغيرات المناخية من التغير الأقصى الذي ممكن أن يضر بصحة الإنسان بشكل عام، مما يؤثر بشكل سلبي بطبيعة الحال أو بشكل مباشر سلبي على الإنسان. لذلك هو تواطؤ ما بين الإرشادات للمواطنين والتوجيهات للمواطنين وأيضا العمل على أرض الواقع. حتى إذا عدنا أيضا لفكرة التفاصيل الصغيرة، نعود لفكرة الطرق، المواد المستخدمة داخل تنسيقات الطرق الجديدة وتجديدات الطرق الجديدة وأيضا الممشى السياحي الجديد اللي تحدثت عنه منذ قليل. هذه المواد أيضا هي أكثر قربا للمواد الصديقة للبيئة على قدر المستطاع. لذلك كما ذكرت يعني التفاصيل هي الأهم للوصول للصورة الكاملة. عظيم. إذا مصر تتحضر وتتأهب وتحتشد بكل إمكانياتها لكوب 27. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من شرم الشيخ، شكرا جزيلا.